اليوم هو الملتقى الرابع لحوارات المملكة، وهي أحد البرامج المنتظمة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بنسختها الرابعة. تتكلم طبعا عن موضوع دور الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز التسامح. طبعا تأتي هذه القيمة بالتزامن مع اليوم الدولي للتسامح، وهو اليوم التي أعلنته الأمم المتحدة من خلال منظمة اليونسكو أنه يوم عالمي للتسامح. المملكة لها جهود كبيرة في موضوع التسامح، وهذا جزء أو غيض من فيض من الجهود اللي تبذلها المملكة العربية السعودية في موضوع التسامح. دور الملتقى هو تسليط الضوء وأيضا بث هذه القيمة الهامة بحيث تصل لكل فئة من فئات المجتمع، وهذه يعني ضمن أهداف مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.